صباح الخيرات والمسرات. اليوم ان شاء الله جيت وجبت لكم دو غاتوسك على بالي بلي تحبوهم كاملين. حنحضروا الكروكي بابسط طريقه وصدقوني النتيجه تاعو اكثر من رائعه، ونحضروا كذلك حلوه في السنيوه تعطينا خير وبركه بنينه ونسماتها، يا سلام من اروع ما يكون. نجوزوا للمطبخ باش ندو كامل التفاصيل. الوعاء تاعي حطيت 3 حبات تاع البيض، رشه تاع الملح، لافاني نقدروا نديروا لو زيست، ونضيف عليهم شوفوا لي لهنايا كاس ناقص تاع السكر، نكملوا بكيس تاع لو فلون بيدو لافاني، حيكون اضافه رائعه هكذا. ندرب بسم الله. السكر تاعنا بلونشيناه كيما يحب الخاطر، نجي ونضيف كاس نفس الكاس تاع الزيت، نديرو على دفعتين ولا 3. بسم الله. كملنا التضراب، نجيو نقولو بسم الله ومباشرة ونضيفو النواشف، وعندي من النواشف نقول بسم الله هكذا نفس الكاس تاع النشا، نديرو ناقص يعني اسبوع وفقط، ونلم بالفارينة مع اضافة الخمارة، وعندي من الخمارة 2 كيس. بسم الله. هكذا ينطم بلا ما نعجن. في هذه المرحلة راني رايحة نحي جزء، نحيت جزء ونجي هذا نكمل نلمو بطريقة عادية، ولكن كروكي عمرك ما تنشفوه، معنتها غير هكذا شوفوا هو واجد هكذا. هنا نتوقف ونروح للجزء الثاني، هنايا ندير الكاكاو الفاخر الرائع، نديرو واحد مغرفة ونص، نتوما واش ما حبيتو، ولكن صدقوني واحد الريحة راهي تطلع، والنتيجة حتشوفوا بعينيكم حتكون مبهرة. ما حاش يديري بزاف، شوفوا تمتم نشفت العجينة، ما نحكمش على هاد اليد، شوفوا انا حبيت نزيد شويه باش يكون فريمون هكذا اللون اللي راني حباته. نروح للعجينه لافاني تاع لافاني، قطره زيت نجمع حاجتو، قلت لكم بالك وتنشفوها، شوفوا ديجا هي بدات تنشف، نحاول الكرات نديرهم قد قد، وهذا دوك تشوفوا ما حاش يخرج صغير، حيخرج لنا كبير. دونك ندير لي غاليت، حطيت كامل العصيات هذوما تاعي كيما راكو تشوفوا، ونجي ونبدا هاكو تشوفوا شحالهم صغار، ولكنهم حي ينتفخوا حيعطونا الفوليوم، نبلاطي ما نخافش، واحد نص سنتيمتر. العجينة البنية نقدر نضيف لها شوية تاع الجوز وعلى شلالة هكذايا كونكاسي، حيكون اضافة مليحة بلا ما نعجنو، ندخل بطريقة عشوائية هكذا، ونجي ندير الكرات تاعي. باش طبقه تاع الوجه تجينا بزاف شابه، نجي لهنايا واش نضيف صفار بيضه، غير الصفار مغرفه هكذا صغيره تاع الكاكاو، حتكون اضافه رائعه. ندير القهوه عاديه جدا تاع لابريس
هكذايا حتكون اضافه. شوفوا ما نحكي لكمش، والاضافه اللي بزاف ضروريه هي الزيت، حتعطينا بريق رهيب. هذا هو القوام، شوفوا نجول الوجه بيان سيغ، نزوقوه كيما حبيتو. حبيتو ديرو الججلان كيما، نقدرو نديرو لي زامون ديفيلي وعلاش لالا، وكيما نقدرو نديرو اضافة رائعة وهي كيس تاع سكر الفانيليا. هكذا ندردروه من الفوق، وبيان سيغ اللي يقول الكروكي يقول هادوك الخطوط اللي من الفوق ندي وندير الخطوط افيك ان كوردون ولا بفرشيطه هكذا اوب. وحتى هادو اللي درت لهم الجلجلان ما فيها باس، نجوز لهم. وهكذا ما بقى عليا غير الكوشه تاعي هاي سخيخنا، نحطهم يطيبوا في الرف الوسطاني على 170 درجه، واكيد يتحمروا لي من الفوق، ومن بعد نعاودوا نولوا. الكروكي تاعنا طاب، راهو هفت شويه، نجي نقول بسم الله ونبدا نقطع. قطعوا نتوما كيما تحبوا هكا شكل مائل. قطعت الكروكي تاعي كيما راكو تشوفوا، تقدر الوصفه تحبس هنا، ولكن الناس اللي حبت يضاين اكثر وتحب تقرميشه ما عليها غير كي تقطعوا شوفوا لي النتيجه. شوفوا الله يبارك، تعاود تحطوا على الجوانب يطيب من جانب، ونعاودوا نقلبوه باش ندو تقرميشه. يا سلام. ناخذ الوعاء تاعي نحط فيه زوج حبيبات بيض، ندير عليهم قريصه تاع الملح، ونسمهم شويه تاع لاباني بسم الله اوب، وندير عليهم السكر، عندي من السكر نص عبار هكذايا ندرب. نجي ونضيف عبار غير ربع تاع الزيت بالتدريج، نجي ونضيف زوج مغارف تاع العسل، يقدروا يكونوا زوج مغارف تاع المعجون تاع المشماش، حيكونوا هايلين، ولكن هذا المعجون حيعطي رطوبه تشهي صدقوني، حيكون اضافه رائعه. ودوكا نجي ونضيف كيما حبيتوا المكسرات، نص كيله تاع المكسرات، حبيتوا كاوكاو، حبيتوا لوز بالقشره كيما حبيتوا. ونجي نجمع بالفارينه حتى وين تحصل على عجينه متماسكه. هنا لحقت القوام راني نحوس عليه، شوفوا ليا اليد لي راهي نظيفه، شوفوا هنا نحبس ابدا ما نزيد لهاش اكثر من هكذا. خديت ان بلاطو كيما راكم تشوفوا 30 على 25 هكذا، ورق الزبده ابدا ماشي ضروري، ونبدا نبسط. هكذا نبسطها بالطبع. مقبله نسيت ما وريت لكمش كي درت الخماره، الخماره عندي منها 8 غرام، معناتها حنا الكيس تاعنا فيها 10، نخلو واحد القريصه لداخل الكيس ما نديروهش كامل، نقدروا ما نستعينوا هكا بمغرفه باش نتاكدوا باللي كل شيء تراه على استقامه واحده. دوكا ما كلاش نديرو ثقوب، ناخدو برك المعجون واحد الربع مغارف تاع المعجون تاع المشماش، ون
ومشي ومن الفوق نديرو دي زاموند. حبيتو دي زاموند افيلي كاوكاو افيلي واش ما حبيتو ديرو، تقدروا ميم تنحو شويه تاع العجين باش تولي كيما لا فيرسيون تاع صب الرشراش وديروها من فوق تكرفجوها. ولكن حنا بدلنا لا فيرسيون، راهي بزاف طوندونس وهدية صفوني تجي بنينه بالكاوكاو ولا باللوز ولا واش ما حبيتو تجي هايله. الكوشه تاعي راهي سخيخنه، راني مسخنتها على 170 درجه. نحط هاد لوكاتو تاعي في الرف الوسطاني، نضبطها بيان سيغ على 160، خليها طي بقيتها يتحمروا الجوانب، نشعلوا لها من الفوق بيان سيغ ونعاودوا نولوا. بعد ما خرجتها من الكوشه نديرها غير هكا خويط مي فريمون تاع العسل من الفوق. الكروكي تاع نهار اليوم وجد، شفتوا معايا جميع المراحل، شوفوا لي هنايا حمرته من الجوانب. هذا اللي درنا له الكاكاو الفاخر لداخل بذوق الشوكولا نسماته، وشوفوا كيفاش راهو كيقطعت جي ترونشي. الجوز جا هكذاك، زاد له وحده قرميشه يا جماعه من اروع ما يكون. شوفوا الكروكي هذا على قد بساطته، شوفوا الفيزيوال ديالو، شوفوا الطياب ديالو، شوفوا الكميه خير وبركه. حتفرحوا بزاف اذا جربتوه وطبقتوه بنفس الطريقه. وهذايا الكروكي اللي درناه بذوق الفانيليا، كاين اللي درنا له الجلجلان من الفوق ودرنا له سكر فانيلي كما راكم تشوفوا، وكاين حتى اللي درنا له دي زاموند افيلي. واش تقولوا فيها يا جماعه؟ وصفه تتحضر غير بسرعه البرق، يعني الكميه تاعها خير وبركه مع قهوه حليب الله يبارك تجي هايله. شوفوا ليا لو فيزوال، نسمات الفانيليا يا جماعه، وهذاك طياب طيبناه من لي كوتي. شوفوا لي التحميره جا رائع. وصفه تاع الكروكي تاعي اللي كامل يسقسوني وين ما داقوه يحسبوه كروكي عادي وغير يدوقوه فريمون يعجبهم. عطيتها لكم من القلب. واش تقولوا فيها؟ نوريلكم النتيجه. شوفوا لي الكروكي تاعي، شوفوا 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 يا جماعه هاكو، شوفوا شوف هذا هو الكروكي، جربوه حتفرحوا بزاف بزاف. الحلوة تاع نهار اليوم وجدت في وقت قياسي، حلوة سنيوة ديما ديما خيار مثالي للويكاند للقهوة تاع العصر للصبيحة. طلعنا لها القيمة الغذائية بهذاك اللوز اللي درناه من الفوق، يقدر يكون كاوكاو وحتى في العجينة فيها شوية دونك يكون محمص، سورتو إذا كان كاوكاو عجينة بسيطة تجي شوية مندية وشوية مقرمشة نسمتها تهبل. تقدروا تزودوا لها مبشور ليمون، توجد صدقوني في وقفة بنينة 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 تشهي. جربوها حتفرحوا بزاف بها. نتمنى الوصفة عنها اليوم لاقت بكم، نتمنى تجربوها وتردوا عليا بالخبر، ونتمنى كذلك تندموا لقناتنا وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد.